سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هل هو خاص بالمدارسات التي تكون في المسجد؟ إيه نعم، هذا الحديث في بيت من بيوت الله المسجد له خاصية أفضل من تدارس القرآن في بيت من بيوت الناس أو في مدرسة أو في مركز. المساجد هي أفضل الأمكنة، وهي مأوى الملائكة وبيت السكينة والطمأنينة. نعم.